عندك شي واحد يطيح كي الفار الدراري لا شي حاجه نقول انا اليوم ناقش في مجموعه حامين تناولوا الكلمه كل واحد رافع على المتهم اللي هو في ازرو المحامين ديال المتهمين المحامين ديال المتهمين رفعوا من المشهد بعد الدفاع ديال سي محمد بوصفيحه ناول الكلمه المحكمه درجات الملف في المداوله الجلسه ديال النهار 3 ان شاء الله الموقف ديال انا كندير العمل ديالي المحكمه اللي كتاخذ القرار ديالها. انتما قلتوا بلي ان بوصفيحه هو ضحيه وليس يعني شارك في الجريمه. حاولتوا تحليل عقلي. شكرا.